بتنا طفلة حوراء اللي تعرضت إلى عملية بشعة غير إنسانية باغتصاب من قبل أحد الأشخاص قبل يومين، وصار هناك شكوى وبدعم الحق الشخصي والد حوراء، وعلى الفور قاضي تحقيق الخفر في البساطة قام بكل العمل المطلوب منه وصدر ذكر القبض وتحري، وباقي الإجراءات أيضا اكتملت من خلال مركز الشرطة في الحسينية، وبعدها كانت الإجراءات المتعلقة بالمستشفى ووجود حوراء. طبعا القصة أنه الجاني هذا اللي ما يقدر نحسب على الإنسانية، هذا الجاني البشع هو جيران طبعا إلى أهل المجنى عليها طفلتنا، وقام بالاعتداء. بالبداية قام بعملية خطفها هي وأخوها اللي عمره 4 سنوات، وبعد عملية الخطف ضايق من موضوع الطفل وبدأ الطفل يبكي وغيرها، فتخلص من الطفل لكن حوراء بقت، وبعد ما بقت حوراء مارس هذه العملية الشنيعة باتجاهها، وبدلالة الطفل وبدلالة الأهل يعني تم التعرف على المكان للجاني، وبعد ذلك أصبحت المعلومات واضحة. على الفور كان هناك تنسيق مع الجهات الأمنية في وزارة الداخلية، واهتمام السيد وزير الداخلية شخصيا اللي يعني حقيقة منذ صباح هذا اليوم هو يتابع أولا بأول مع الأخ قائد الشرطة وقاع شرطة بغداد والشرطة المجتمعية من خلال شعبة النسوية أيضا موجودين، وتواصلنا مع أهل حوراء. ولحظة تصوير هذا الفيديو وبعد أن هرب الجاني تم إلقاء القبض عليه من قبل أبطال قيادة شرطة بغداد، والآن هو موقوف طبعا وفق المذكرة القبض والتحري صدرت من قاضي التحقيق وبالمادة 393، وبالتأكيد سوف يخضع للتحقيق. وقضية حوراء هي قضية كل أطفالنا، وبالتالي سوف يكون هنالك تطبيق للقانون بكل حذافيره على هذا اللي قام بهذا الفعل الشنيع.